ماذا نعرف عن القزامة وما تعداد المصابين بها في المغرب؟ ما هي أسباب مضاعفات ووسائل تشخيص وعلاج تأخر أو بطء النمو؟ أية نظرة يحملها قصار القامة لأجسادهم ونظرات الآخرين لهم؟ ما التداعيات الاجتماعية والنفسية للقزامة التي يتراوح تصنيفها بين الاختلاف والإعاقة؟ ثم هل من جهود تبذل لملائمة الفضاءات وتوفير الولوجيات تحسيناً لجودة حياة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ القزامة موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج. بدون حرج يأتيكم يوم الاثنين عند الأوقات التالية على قناتكم ميدان تي في.